رنيم، عايزين نبتدي بالاهلي. كلميني عن مشوارك مع الاهلي وانتحقتي طبعا بطولات كتير قوي مع الاهلي. عايزين ممكن نرجع سنه ورا كده قبل انضمامك للاهلي. ايه بقى؟ عايزين نعرف بس عملت ايه لغايه ما جت الاهلي. ماشي. ابتدت منين؟ انا اصلا من اسكندريه، فانا بدات من الاول خالص نادي سبورتنج في اسكندريه. شفتي انا كنت بسال ليه؟ منطقتي حبيبتي بجد. فضلت هناك لغايه اولى جامعه، وبعدين جالي سكولرشيب في امريكا، فكنت بلعب في المنتخب الاول تحت 16 سنه، وبعدين لعبت تحت 18 سنه كاس عالم. جالي شافوني الكوتش هناك في جامعه في امريكا، شافتني فطلبت ان هي تلعب معايا، اروح يعني العب هناك. فسافرت 4 سنين جامعه، بعدين اول لما رجعت خلصت الجامعه ال4 سنين، بصراحه كانت احلى 4 سنين في حياتي. خلصت جيت هنا، جيت على نادي الاهلي بقى، فانا بقالي سنه، يعني دي تاني سنه ليا في نادي الاهلي. اوكي.